أولى المحاولات وتدخل جيد لمراد عيني، تعود من جديد دائما للمنتخب المغربي الآن. طريقة جميلة، تعود الكرة لصالح منتخب بلجيكا. عملية الدخول خطيرة، المحاولة خطيرة وإبعاد من الدفاع. سكسيوي، طارق سكسيوي، إمكانية التمرير الجهة اليمنى. هناك محاولة من بصير، يرفع كرة جميلة عالية، هنا سفيان، أوه العلودي، هذا هو محبوب الجماهير المغربية، هذا هو القناص، هذا هو النجم المغربي بدون منازع، سفيان العلودي. حاول هنا ومازال هناك فرصة، تسديدة كانت قوية من سفيان العلودي. لاحظوا سفيان يلعب على الكرات المرتدة بذكاء كبير، يبحث عن الكرة المرتدة من الدفاع. حاول هنا عرضية جميلة، تعود من جديد الكرة مروان، فرصة تسديد، والهدف الثاني، والهدف الثاني لصالح المنتخب الوطني المغربي، الهدف الثاني، جول لأسود الأطلس الآن، هدف طارق السكسيوي يسجل الهدف الثاني في مرمى المنتخب البلجيكي على طريقة سفيان العلودي بالهدف الأول. محاولة هنا، علودي، أوه العلودي، ماذا تريد أن تصنع؟ كان بإمكانك تسجيل كرة ثالثة. لنترك الحديث أكثر في البلاطو لزميلي هشام فرج، لكن العلودي لم يسجل الهدف الثالث، كان بإمكانه تسجيل، ليس هناك تسلل، كانت الصورة واضحة وصافرة الحكم. تاريخا وهو المدرب الحالي، وكان لاعب وسط ميدان، تنطلق الكرة الآن. إذا سينفذ الشرط الآن لفريق أو لمنتخب بلجيكا. عالية الكرة، خطيرة 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 خطيرة، والهدف الأول، خطيرة والهدف الأول لصالح منتخب بلجيكا. يا سلام على المنتخب المغربي، يا سلام على الهدف الثالث. قلت أن الهجمات المرتدة السريعة قد تكون الفصل في المباراة، والزهر يسجل أولى أهدافه رفقة أسود الأطلس، تدور الأقلام الآن، ما سيعاد في التاريخ ويكتب، وهكذا النتيجة هي ثلاثية، ثلاثة أهداف للمنتخب المغربي. لا حل للاعب وسط الميدان البلجيكي لإيقاف المهاجم سوى التدخل. مروان أو هرماش، أوه يا بلجلون، الهدف الرابع للمنتخب الوطني المغربي. لاحظوا العناصر الأولمبية، هذه هي العناصر الأولمبية التي صنعت أفراحنا، وهي شباب بالكأس العالمية تصنع الأفراح هنا، والفرحة مستحقة لكل العناصر المغربية. بوصوفة على طريقة مارادونا يرفع الكرة، وهرماش بالرجل اليمنى، ورأسية اللاعب المتألق من جلول. نهاية مباراة مغربية في أراضي بلجيكية، أربعة أهداف مقابل هدف، هنيئا لكم يا أسود الأطلس.